نايم بروح المدرسة. ارفع صوتك. نايم سوي فيار عشان المدرسة بروح المدرسة. صحيت لو متصحيني هاي المدرسة متأخر ولا شيء، هذا قبل بأول ثانوي أو ثاني ثانوي، وأقوم قال تمش، كان جدتي مرقدة المستشفى لها يمكن شهر، قال تمش جدتك تبيني، قلت يلا يلا. وأقوم وتو الناس يعني تودنا فجر، قمت تعرف اللي حيحس صاير شيء، والبس روح المستشفى. دخل قال ما في زيارة، قلنا لا تو دقيت عين، قلنا تعال، قال خلاص روح المدير مناو وادخل عليه السلام عليكم، قلت انا فلان فلان كذا عندي جدتي فوق. قال لي انتظر دقيقه، طقت بالجوال قلبه كلامه بيقول لي امسك يدي وطلع. انا مكان المبنى الثاني بعيد شوي، احنا نمشي في الطريق، يوم وصلت عند المبنى اشوف امي هناك بعد القزاز، نمشي بجنب بعض كربيد لح عشان صار وجهي بوجه. يا عبد الله انت تؤمن بالله وانت قوي وانت رجاء، جدتك اعطت عمره. ها خلق والله دمع ما نزلت من كلامه. صح اني يعني تعذبت انصدمت، اي كنت قبله بيومين معه اصور سناب اصور يعني الله يرحمه، قلت الحين انا عوافي بتحمل، شلون اقول لامي؟ جدتك من امك هي؟ اي ام امي، في من حظ ان كان ولد عمتي داوم اخر الليل بالمستشفى، شفته وصورته، قلت واحد اثنين ثلاث، جدي توفت امي داخل، انا ما احب الامور هذه ولا اعرف اتصرف. قال تمام، جاء سلم هذا، قال خلاص انتم تجون بعد الساعه 6، الحين الساعه 4:30 ما في وقت. امي قالت في شيء زين، طلعت المستشفى ركبت سياره رحت بيت خالي وعند المستشفى قريب. اول ما دخلت اللي خالي قال اعطتها عمرك، علمها على طول. هذا يمكن اكثر موقف اللي هي يعني الله يرحمها وسكنها ويسكن جناتها يا رب العالمين. ماتت كبر سن ولا تعبانه من تعب؟ لا هي كانت قبل تدخل وتطلع، تدخل وتدخل، يعني تدخل المستشفى تقعد شهر وتطلع. اخر مره كانت بعد تعب، كلها تعب، بس هذا التعب الاخير كان ترى بعض كبار السن ما ادري توافقوني ولا لا، بس بعضهم ترى يتعذب في الدنيا، يعني